اهلا بكم جميعا. النهارده هنتكلم مع بعض على الانتباه البصري. هنشتغل مع بعض على مطابقة صورة، وان انا اختار الصورة المطابقة للصورة الموجودة في الرسمة اللي موجودة قدامي. هنبص مع بعض على المثال اللي قدامنا ده، وبعد كده هنشوف الامثلة اللي احنا هنشتغل عليها مع بعض. بس كل ده هيكون بعد الانترو، خليكم معايا. انا محمود جويش وانتوا على قناة رحلات تربوية. هنبدأ المثال الأول بتاعنا وهيظهر الصور. هنبص على الصورة وهنختار الصورة اللي شبهها. اخترت الصورة دي، برافو عليك، أحسنت. يلا بينا ندخل على الصورة اللي بعديها. اخترت الصورة دي، برافو عليك، أحسنت. يلا بينا على الصورة اللي بعديها. برافو عليك، أحسنت. يلا بينا على الصورة اللي بعديها. أحسنت يا بطل، يلا بينا على الصورة اللي بعديها. برافو عليك، يلا بينا على الصورة اللي بعديها. ممتاز يا بطل، أحسنت. يلا بينا ندخل على الصورة اللي بعديها. أحسنت يا بطل، ممتاز. يلا بينا على الصورة اللي بعديها. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. برافو عليك، أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده.